السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتح حسن تيرف، أخوكم فتح حسن. ليلة سعيدة لجميع إخواني أخواتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. تحية للباغيوغ العرب والأفارقة اللي كيدعموني ويشجعونكم. جو باس لو ريميرسيومون أ تو لي باغيوغ دي موند كي نو زونكوراج. تحية وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد للقناة إناثا وذكورا، كنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، القناة اللي كنفوجو كنضحكو كنشطو فيها، القناة اللي كنواسيو فيها بعضنا ونصلو الرحم مع بعضنا، القناة اللي كنستافدو فيها معنويا وماديا. تحية للجالية المغربية من هذا المنبر اللي كدعمنا وكتشجعنا، واللي أول مرة غيشوف القناة ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس بالكل باش يوصلوا منا كل جديد في حينه. ما تنسوش اخواني اخواتي اللي دخل يشجع القناة بالبصمة بالاعجاب والبارتاج باش القناة تستمر ان شاء الله وتزيد الامام، وغتكونوا جد مشكورين. القناة اللي ما كتبخل عليكم بوالو، القناة اللي كتجبد لكم ما وراء الكواليس. عقلتو البارح على لو 11 ولو 13 راهم في الكواليس عليهم الهضره، عقلتو عليهم ياك؟ باش قلنا لكم في لي سيربريز كنا غنديروا لكم ال 11 ولكن حطينا لكم لو 13 في لي سيربريز، وواحد من اللي كانت الهضره عليهم في الكواليس. دونك الكواليس راكم عارفين شكون اللي كيجيب المعلومات من الكواليس، وهذه هي قناه فتح سنتيف. يعني ربما بنادم كي يسمع الصوت ديال شخص كي يسمع ان يوتيوبر داير كيدير برونوستيك كدا كدا كدا، ولكن ما كيعرفش الشخص وما كيعرفش بزاف ديال الحوايج. دونك بنادم دائما يتعامل على اساس انه كيعرف داك الشخص هذاك ولو من وراء الحجاب كما كنقولوا. على اي خوتي خواتاتي، هذه قناه فتح حسن تيرف، القناه اللي ذات مصداقيه اللي كتجتهد كتبحث كتجبد لكم المعلومه من قاع الخبيه بكل صدق وبكل امانه، وكنتمنى للجميع حظ سعيد، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يجعلنا سبب ومفتاح ربح لكم، وغنكونوا جد سعداء. اصلا حنا ما كنخلصوا حتى شي واحد من جيبنا، كنبغيكم كاملين تربحوا. ونضيع لكم نتوما هو الدعم والقناة ديالكم بالبصمة بالإعجاب والبارتاج، وغتكونوا جد مشكورين. لابواط نوار ديال البارح عطاتكم لو نف اي لو ست، لو نف اي لو ست. بالنسبة لديرنيير مينوت لو شوفال اكومباني نف و لي سيبليمونتير دوز ست جا لو ست. لا سيليكسيون ما توفقناش في الارقام، عطيناكم لو 9 لو 7 لو 6 في لا سيليكسيون، لو 13 كان لو دوزيام ديال لي سوربريز. دونك كيف ما بغى يكون الحل، المعلومات كانت قيمه، ودائما كنقول لكم الفيديو راه واخا يكون قصير تصنتو وراكم غادي تستافدوا ان شاء الله، ونتمنى انكم تكونوا اليوم استفدتوا شويه، رغم ان داك السايز دار ما بغى، ولو السايز راه ما كانش ديليسي. الى عقلتوا شنو قلت لكم، قلت لكم اللي ديليسي هو الطريز، ولكن حنا ما غنقتلوش لان عليه الهضره في الكواليس، وقلت لكم راه ما عندنا حتى شي واحد ميت. دونك هنا بنادم خصو يعرف الامور كيفاش دايره. سمحوا لنا تقضينا البارح الفيديو، ما قلناش لكم لا دوزيام اوبسيرفاسيون، ما قلناش لكم النويطات، مي لا دوزيام اوبسيرفاسيون راه حطيناها لكم مع الفيديو، قلنا لكم ريان سينيالي لا شيء يذكر. مي النويطات كانوا ثلاثه ديال النويطات على الخمسة والعشرة وعلى 16، 5 و10 ما جاوش و16 جا. بون خوتي خواتاتي، هذا كل
ما جاء في الكانتي ديالو كاتورس. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للكانتي ديال لو سايز ان شاء الله، عفوا ديال لو كانز نف 2022. بسم الله. قبل ما ندوزو للمعلومات ديالنا غنعاود نذكركم خويا اختي نتوما اللي كتشوفونا في هذه اللحظه هذه، البصمة 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 بالإعجاب والبارتاج باش القناة إن شاء الله تستمر وتزيد للأمام. واحد الأخ هذه المرة الثانية كيخلي لنا كومونتير مع الفيديو كيقول لك هضر بالعربية، وباش كنهضر أخويا أنا بالشينوية راه كنهضر بالعربية، وحتى الحاجة اللي قلتها بالفرنسية راه كنعاود نقولها لك بالعربية، إلا إذا كان عندك الغرض في شي حاجة أخرى الله أعلم. وكان شي ملاحظة الإخوان الله يجازيكم بخير، أنا السيد ماشي لمته، بالعكس والله إلا مرحبا على الرأس والعين، وكان اعتذر له لا قلت في حقه شي حاجة خيبة، ولكن المشكل كان هضروا بالعربية ما فهمتوش أنا شنو بغى يقول بالضبط. هذه المرة الثانية دابا، وكنت هضرت عليها المرة الأخرى، ودابا كنعاود دخلت لي كومونتير ديال الفيديو ديال اليوم راه غادي تشوفوه، عفوا ديالو 14 راه غتشوفوا هذا الميساج هذا. دونك خويا حنا راه كنهضروا بالعربيه ما كنهضروش في شي لغه اخرى، والفرنسيه راه حنا رغم اننا كنهضروا بالفرنسيه راه كاين ناس اخرين عندنا في افريقيا، عندنا في اوروبا، وعندنا في بزاف ديال البلايص حتى هما كيتصنتوا لنا، حتى هما خصهم شويه ديال الفرنسيه. دونك حنا كنحاولوا ما امكن اننا نساوي الوترة كما كنقولوا، راه كنهضروا بالفرنسيه وكنعاودوا داكشي اللي قلناه كنعاودوه بالعربيه باش كلشي يستافد. وشكرا خويا مره اخرى على الملاحظه. يلا اخوتي اللي كيشوفنا في هذه اللحظه البصمه بالاعجاب، واذا كان ممكن البارتاج، وغتكونوا زيد جد 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 مشكورين. ولي انتريسي بلابونمون خوتي خواتاتي، راه التليفون كيدوز على الشاشة 0657 47 17 41. بون غادي ندوزو دابا ان شاء الله، غادي نمشيو للمعلومات ديالنا ديال لو كانتي دو 15 9 2022 اللي غيكون في باري لونشون، ريونيون 1 كورس 6 سي دو بلا 2000 متر، لا غروند بيست سي دو لارب، سي با دو غازون سي دو لارب ربيع، لو سول غادي يكون سوبل وربما يكون يوصل حتى لطري سوبل، اتونسيون لانديس بينيتروميتريك بور لانستون 3.4، ولكن غادي يطلع غادي يطلع، خصوصا وانها غتكون لا سيزيام كورس، دونك غادي يطلع لانديس بينيتروميتريك من 3.4، يقدر يوصل 3.6 3.7 3.9 سا ديبون. دونك راه كاين الغيس عفوا كاين 16 بارتون ديبار ان شاء الله، ستاج ديال المتبرين ديبار 17:20، يعني الخمسة وتولوت بالتوقيت ديال المغرب الجميل الغزال الزين الحبيب به بمواليه، اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يحفظه ويجيه ويحفظ الجميع المغاربة أينما حلوا وارتحلوا. الملاحظة الأولى كتقول بأن لا كورس غتكون تخي ديفيسيل انديس دو ديفيكولتي 8، الملاحظة الأولى كتقول كورس غتكون جد صعبة مؤشر الصعوبة 8. دائما وكالعادة أخوات الإخوان يلاه التحقوا بالقناة، كنعاودو نجدو بكم الترحيب، وكنقولو لكم ملي كيفوتنا لانديس 8 أو المؤشر لانديس 8 أو المؤشر 8 الفوق كنلعبو بالحيطة والحذر، ونحاولو والذكاء ونحاولو نمينيميزيو. بون لا لين دروات أو لا لين داريفي راها ممتازة جد ممتازة، راه 600 متر سيتادير كيلومتر عفوا نص كيلومتر و 100 المترو، يعني كتعطي فرصة لي زاتونتيست. لي زاتونتيست راه دايما كنهضرو عليهم، شكون هما اللي يشوفو لي مكيعش يعجبهمش يمشيو في اون جروب في لافولي كيديرونجاو، او اللي يشوفو اللي كيكونو عندهم دي كورد عاليين دونك يخبيو الجهد ديالهم حتى لاخر لحظة
وكيطلقوه في لا لين دروات. دونك لا لين دروات راها ممتازة، ودائما من تكون لا لين دروات طويلة بنادم يرد البال. غادي ندوزو دابا ان شاء الله وغادي نمشيو لابواط نوار ديال لاشين. لابواط نوار دو لاشين فاتيها سانتيف بور لو كانتي دو 15/9/2022 اللي غيكون في باري لونشان اي كوم سوي 13 11 8 7. جو ريبيت لي كاتر نيميرو دو لابواط نوار 13 11 8 7. الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سانتير في الخماسي يومي 15/9/22 كالآتي 13 11 8 و7. تبارك الله عليكم. يلا البصمة 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 إخواني أخواتي. غادي نمشيو دابا إن شاء الله لا ميثود دي جور لي كاتر نيميرو عفوا لي لا ميثود دي جور نو زادوني دو نيميرو سي دو نيميرو سوا ان سوا دو سوا اوكان ا لاريفي سون كوم سوي 4 و 13. دونك 4 و 13 سوا ان سوا دو سوا اوكان ا لاريفي. الطريقة النهارية عطينا جوج الأرقام، هاد جوج الأرقام هما 4 13. إذا 4 13 يجي بجوج يجي واحد، يا ما تشوفو حتى واحد. غادي ندوزو دابا إن شاء الله وغادي نمشيو لا ديرنيير مينوت ديال لاشين. La dernière minute de la chaîne, le numéro 11. Numéro 11, à la com 11. Le cheval accompagné, le numéro 9, à la com 9. Les supplémentaires. Les chevaux supplémentaires de la chaîne البصمة. دونك لي شوفو سوبليمونتيغ 5 و 7. الأرقام الإضافية 5 و 7. غادي ندوزو دابا إن شاء الله غادي نمشيو لا سيليكسيون ديال لاشين. لا سيليكسيون دو لاشين فاتحة سانتيرف بور لو ميم كانتي دو 15/9/2022 اي كوم سوي. أتونسيون أ لا دات le 15/9, attention au 15/9/2022. Donc la sélection du numéro de la chaîne 11 13 8 2 9 5 7 et 6. Je répète la sélection de la chaîne 11, 13, 8, 2, 9, 5, 7 et 6. الأرقام 8 لخماسي يومه 15/9/22 لقناة فتحة سانتيرف كالآتي 11 13 8 2 9 5 7 6. Les chevaux surprises 4 et 1. Les chevaux surprises de la chaîne 4 et 1. L'arqam moufajaa de la chaîne 4 et 1.
بالنسبة للبتي نيميرو أو الرقم الصغير اللي كيكون تحت الأرقام المفاجئة هو الرقم 10، نيميرو 10. غادي ندوزو دابا إن شاء الله نمشيو للملاحظة الأخيرة، البصمة الخوت. الملاحظة الأخيرة كتقول لكم لا شيء يذكر، جا سويفي غيجيبو اللعب، جا توك اون تيت ولا اوتسايدر اون تيت غيجيبو اللعب، جا في التيرسي غيجيبو من اللعب. اتونسيون بالنسبة للكورسة ديال غدا إن شاء الله. عندنا ثلاثة ديال النويطات، النويطة الأولى على الرقم جوج، الرقم جوج المونتور ديالو أو لونترينور ديالو أو المدرب ديالو كيقول ليكم بأن العود ديالي غيدير لو بوسيبل ديالو وغيدير جهدو باش يكون كاتريام بحال هكا، يا تروازيام يا كاتريام، المهم دون لي كات، واش بصح ولا كذوب الله اعلم. يعني كيقول بان العود ديالو غيكون بين الاربعه الاوائل، يا اما هو الرابع يا اما هو الثالث والله اعلم. غادي نمشيو للنويطه على الرقم خمسة، مولاه كيقول لكم العود ديالي غنعطيه الشحط دو ا الزيت، يعني اوفونسيف، غيتصاق اوفونسيف، دونك اتونسيون. غادي نمشيو النويطة على الرقم 8، لونترينور كونفيون. تصبحوا على خير، إلى اللقاء.